شوربتنا على النار تتحضر لحتى تستوي كتير منيح. منزيد الزعفران المي. هلا في كتير ناس بحطوا العودين مثل ما هني، ما في مشكل ابدا ابدا، ما في اي ازعاج، بس انا بحسهم ما كتير بتقبلهم، فبستعمل اللون تبعهم، بيعطوا لون كتير حلو وطعمه كتير مهمه. وكمان بدنا نزيد بعد ملعقتين سكر على الوصفه. بعرف انه عم تسالوا طب ليه السكر، يعني تكون كتير صريحه معكم، بتعطي تكسر شوي من الحموضه اذا بدكم تبع الطماطم اللي حطيناها. هلا اذا بتزعجكم شيلوها، واذا حدا عنده مرض سكري، هلا مع انه الملعقتين ما رح ياثروا، بس مش مشكله، اللي مش حابب موضوع السكر فيه شيلهم، بس انه ملعقتين لكل الطبخه مش حياثروا. لهلا نزيد الفليفله الحمراء عليهم، بدنا نحط شوية ملح، بهار، بدي حط ملعقتين طعام ذرة، على طول برجع بقول انه احسن نغسلهم، بس الذرة هو من الاشياء القليله انا اللي بتقبل اني ما اغسلهم. هول ملعقتين للذرة ونحط ملعقه صغيره حار. هلا اللي بخاف كثير من الحر او بحرحر كثير اكيد بده يحط اقل من هون، يعني انا كثير بحب الحر، يعني بعرف انه هاي الكميه مش للاولاد، اذا في ولد بده ياكل من هاي الاكله ابدا ابدا ما بتحطون. و بدي افقص هلا بيضتين وهيدي الثانيه، وبنخلطهم كثير منيح لحتى نعمل فيهم العجة الإسبانية. أكلة شو طيبة، تصور بعد في عنا نحط الكزبرة بشوربتنا. من هون رح نوطي النار وننتقل على السوبر ماركت لنحكي عن أهمية البقوليات. اليوم عملنا شوربة فيها فول وعدس وحمص، طبعا قد ما أحكي لكم مشاهدينا بيكون قليل، لأنه هيدول أنا بالنسبة لإلي كتير كتير صحيين، وكمان كل العالم بتضل عتلاني هم إذا فيهم وحدات حرارية. فيهم وحدات حرارية، 100 جرام إجمالا من الفول مع بعض بيعطي 110 وحدات حرارية، طبعا هن مصدر للنشويات، بس فيهم كتير بروتينات. تخيلوا أنه من هال 100 جرام عم ناخد تقريبا 30 جرام بروتين مقابل جرام واحد دهن، فهيدي الكمية كتير صحية، والألياف اللي بتاخدوها هي بشكل لا توصف قديش عالية. فكمان بتطبق هذا الشيء على العدس، العدس مثلا انه بدل 110 بيعطيني 116، بس ما عم نحكي بأرقام بتخوف ابدا، ارقام كتير كتير قليلة. اما الحمص ممكن يعطيني تقريبا شوي اكثر، في يعطيني شي 164 وحده حراريه، لانه كميه الالياف اللي فيه مع انه كثير مهمه، بس منا قد الكميه اللي موجوده بالفول. وطبعا الالياف بتعطي شبع، بس ما بتعطي طاقه وما بتعطي وحدات حراريه. كل الحبوب كلهم قدامي، نحن جايبين ثلاث انواع عدس، فهيدي كثير مهمه. طبعا على طول بيسالوني اي عدس احسن، كله منيح، بس هيدا مثلا بيكون مقشور يعني قشرته غايبه، فمنفضل القشره يلي بالقشرة موجودة، لأنه هي مصدر للألياف. ما معناتها أنه ما أنه صحي كتير صحي، بس إذا بدكم تختاروا اختاروا إجمالا اللي الحبة الكاملة اللي مش مقشور، فكلهم مصدر كتير كتير مهم للبروتينات، كلهم مصدر كتير مهم للفوسفور للمغنيسيوم، وكمان هن مصدر كتير مهم للحديد. كيف بنشتريهم من السوبر ماركت؟ أنا عادة بشتريهم على طول على طول حبوب مجففة مثل ما شايفين. أكيد إذا على آخر وقت أو على آخر دقيقة ما كان عندي وقت أو ناسي
اسلق وحط بالفريزر، ما في شيء بيمنعني اني اشتريهم معلبين، فيني اغسلهم تحت المي وبيستعملوا عادي، ما تعتلوا هم هالناحيه هاي، ما تنسوا تقروا المكونات الغذائيه اذا شاريهم معلبين، انه تتاكدوا انه ما فيهم شيء كثير غير انه شويه ملح ومش اكثر من هيك، بس كثير الحبوب استعملوهم، اشتروهم، اسلقوهم، حطوهم بالفريزر تتحمسوا تستعملوهم، احيانا شيء انكم تعملوهم مثلا سلطه مع شويه زيت وثوم وحامض ويكونوا سلطه. هلا نحن خلصنا عجتنا وخلصنا شوربتنا، بعد بدي بس اعملهم ساندويش. هون فينا ناخذ، رح استعمل الخبز الاسمر طبعا اللي كمان جبناه سوا من السوبر ماركت، بدنا نقصه رح نعمل ساندويش كثير حرزين وبشبع، فمشان هيك يعني هدول بعرف انهم شايفينهم كثار بس بدهم يقدوا اكيد لساندويشتين. وبنلتقى مشاهدينا من بعد البريك لحتى نحكي عن الفوائد الغذائيه تبع الساندويش تبع الشوربه، وانا كمان رح احكي لكم بفقره سؤال سريع عن ليش الامراه اذا في سبب بتزيد كثير شهيتها قبل العاده الشهريه. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل ساء